ولد. طيب الله مفروض يضبط. خلنا نسوي ريفرش الآن. المفروض الآن يكون ضابط. طيب تسمعوني، اكتب رقم واحد. شباب تعالوا 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 الشق المستشفى. طيب مرة ثانية تسمعوني، حطوا رقم اثنين. تسمعوني حطوا رقم اثنين. تفايتوا انتم مكانكم وينه؟ امشي امشي يا محمد، محمد امشي امشي امشي. اركب 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 اركب. عيال عيال القمر اركب اركب اركب. سمعت اخر شيء انه عندهم شرطة ها؟ تاكسي جايكم جايكم يا جماعة جايكم. جهز سلاحك، الظاهر في فايت. انا حولكم حولكم. جاهز جاهز معاك درع ولا لا؟ الله يستر. ثواني ثواني، ما ودي امسك من البداية. يلا انا ابو شكلك الثور طول درع يا الله. شي معلق يا اخي. ايمي زبالة. المشكلة ايمي سيء. لا تطلع سلاحك تطلق على طول. ها شوف الوضع كيف. معلك 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 معلك. شوف شيء رهين الشغلة. اتوقع مسكوهم وشلوهم. شكله شكله شكله. خير يا ابو خير. خير يا حبيبنا. المعذره يا ابوي، المعذره المعذره. ليش بيلحقنا كذا؟ الظاهر ان علينا بلاء. خلينا نشوف ثواني. شكله الظهر عيال بعد مسكوا والنقلوا. شكله هي كلك دور عليك. هلا حبيبي سم. دقيقه وقف. اعوذ بالله من الشيطان. تفضل. كيف حالك ساك؟ طيب مرحبتين. هلا والله. ازم سيارة بعيدك. الرمه اسحب عليه اسحب عليه. اوكي تبيها كذا سامة. ابشر والله بساعدك. تجهز معك سلاحك؟ اي معي معي. طيب سلاحي ترى الواحد. لا لا معه واحد معه واحد. اما نموت اما نعيش، ما في الا غير هاي. خلي 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 يجي احشره في مكان. بسحبه بسحبه برا بسحبه برا. ابغاه يلحقني برا بس ابغى اطلع عن ساندي. ابغى اطلع. اسمع شوفه ترى وراك حد. خلي 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 يجي ابغاه يجي. دقيقة لقمت انا. الله يسعدك يا نورة، شكرا جزيلا، الله يعطيك العافية. شكرا نورة على الدونيشن. دقيقة يا جماعة في فايت الحين بيقب. أي لحظة طبعا نبغى نكلم ناس احتياطا لأنه واضح أنه بيطلب دعم. تبغاني أكلم؟ إيه كلم 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 كلم. يلا يلا يلا. معك ما معك حشيش صح؟ لا والله بشوف بشوف ابو عديل. ها كلم كلم شوف عدد اي حد يبغانا. يلا 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 ابو عديل مسقط. لا عمر غض مثلك. بشوف لك بشوف لك ناس. روح امشي 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 على ساندي، في ناس هناك. العد والله يسعدك. ثواني ثواني يا العد ثواني ثواني يا جماعة بس ثواني اللي في البث. أبغى أفتك من هذا. رد رد يا حمود رد. اسمع مساعد. مساعد مين؟ أخوينا. اسمع أحتاجك بدعم تكفى. أيوه أيوه. الحين أنا متوجه لبوليت وأنت في بوليت. وجهز سلاحك هيجي معانا فورد. خلاص هي اسبق لبوليت.
وبوليتو الآن؟ بوليتو الشباب بيتجمع. عمود موقعك وينه؟ لوس. طيب معك أحد؟ لا بروحي. طيب أحتاج تجيب معك أي أحد تجي وتجيني بوليتو تقدر؟ في فايت أتوقع بيقوم بأي لحظة الآن مع بيزيرو ومعه واحد الحالهم بس أبغى نضمن. ما أدري إيش قاعد يلحقي لكن بيجي بفايت الآن. إذا يمديك تجي أكلمني. أدخل موجة 45-60 تمام؟ تمام. 45-60-45 معلش معلش 60-45 تمام باي. يلا سريع. طيب 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 كذا شيخ هذا شاد مره. خلا 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 ما رد يجي الآن ما رد يجي. ولا بلعب المضمون يتمشي مشي معي شوف شو بيوصل له. مشكلة البنزين عندي عرفت. عادي 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 روح مشي تمشي ترى يرجع كلاس البنزين اللي معك عادي. هو من اول ماشي ترى بعد عنك امسك فيه خط وترى ما راح يقدر يوصل لك. يجيبني معاه فورد معدل مستحيل. طيب ركز معي ابيك تسوي شيء الان تمام. قول قول قول. بنهدي جنبه ابيك تطلق على الكفر حقه. اطلق عليه اطلق على الكفر حقه تمام. ما حبيتها بس يلا روح. اصبر اصبر مو بالامو بالامو انا ضاعت انا المشكله التصويب عندي زباله لفتره ما حميت. تنا حتى انا ما عليك اموت. تسمعني؟ اسمعك اسمعك ثواني. معك احد ولا لحالك؟ اضمنها طول 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 شوية معه تمام. هو بيفرفر طول شوية معه. سوينا شي فجأة جاء وقف عندنا وقال لنا ارفع يدك ما ادري شو السالفة. موقع كوينة جاب وحدة دعم توقعت والله. طيب تبغى نتقابل يعني الفايت يكون ببريتو ولا تجي ساندي؟ تميم يا مال الجنة الله يسعدك يعطيك العافية. اي والله الله يسعدك يعطيك العافية اقسم بالله. اي والله يا تميم شكرا يا حبيبي الله يعطيك العافية ويكثر خيرك وما تقصر. اي والله ما تقصر جعل والديك بالجنة يا حبيبي. ما كنت به جعل والديك بالجنة والله يكثر خيرك. دقيقة تيمة بشكرك على انفراد الان بس ابغى افتك من الشخص هذا اللي قاعد يلحقني. اي والله اني الان انا مش المشاعر عندي متلخبطه. هلا حبيبي سمسم مرحبا مرحبا يا غالي مرحبا. ليش شو السالفه؟ والله ترى كنت مشغول توي الان اصحصح. شو السالفه؟ وقف على جنب يا ابوي. ليه طيب ليه ليه؟ فقط فقط للتحقيق الله يعطيك العافيه. اشتباه بسيط. اشتباه ابشر يلا يلا بس ثواني. وينك ابو شقه؟ طب ثاني الحين. طيب تلقانا على الخط. اسمع 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 نتقابل عند ايكي. تعال تعال لا لا ايكيا ايكيا صعبة. تعال ادخل ساندي ابيك تدخل ساندي تمام. يا هو اضمن مكان ممكن نتقابل فيه فهمت. يصير نمشي خط واحد عشان كذا قلت ايكيا. يا غالي يا غالي انت صامل على الموضوع بس عشان افهم انا ايش تقول ابوي. اقول صامل يعني صامل. اي الله يعطيك العافيه يا رب دن الله يسعدك يا حبيبي. انا ما سويت شيء الله يعطيك العافيه. صحيح صحيح عشانك ما سويت شيء بس ابغى اوقفك واتناقش. ما ودي والله الامور تروح في الطريقه والله العظيم لمصلحه الجميع. داري يا ابوي بس فقط المناقشه راح نتناقش. تناقش واحنا بالسيارات. سم اسمعك. سلام عليك. وعليكم السلام. سم لا تنزل من السياره والله اني بخير. سم طيب اول شيء انت زي ما انت عارف طف سيارتك وطفي سيارتي عشان البنزين. لا بتنزل مني انت بتنزل مني تنزل السياره في الحالتين باخذك واصفق وجهك فلذلك وقفت على جنب بدون ما ابدا اصدق. ليه طيب ليه؟ عشانك خطفتني زي ما انت او حاولت. انا ايوه انت انت متاكد هي نفس السؤال شلون هذا واحد
نفس اللبس المطافي. لا لا يا غالي ما في الا مطافي واحد في المدينه الله يعطيك العافيه. للاسف انه ما هو نفس اللبس برضو يجي. شلون ما في الا مطافي واحد في المدينه؟ يمكن مو بنت قلت لك اشتباه فقط. ايوه الان انا اسمعك. شوف انا معاك 100% بس ابغى افهم ليش. طيب اسمعني. طيب سم. وقف على جنب راح نتناقش الان. والله اسمعك بكامل وضوح يعني تقدر تقول لي تبغاه. لا للاسف لازم اوقفك لازم اكلبشك. شوف ابى اثبت لك ان مدى 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 يعني مدى ما انا مسالم. ترى والله العظيم كنت اقدر يعني كان يقدر صديقي الان يطلق النار ويذبحك بس احنا مسالمين ما نبغى. يعني هو فعلا انت صحيح؟ لا مو انا عشان كذا قاعد اقول امشي معك طبيعي. لو ان انا كان شفتني ازبن واهرب لكن قبل نوعا ما سم سم ما غيرت اللون الثالث اللي هو فوق التندو والصدام والشنطه. لا يا الغالي بس عشان اوضح لك السولتن هذه توي مطلعها من ساندي. توك مطلع اي والله بلغت حتى بلاغ لو تلاحظ ان الموتر ما كان معي فانا طيب ودي تتاكد من المعلومات بس. ابو فشقه وينك يا ابوي؟ اسمعني سم عشان ما يطول الموضوع يا ابوي. وقف على راح يكون معك تحقيق. طيب تعال 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 تعال. طيب اسمع الان اذا وقف جنب المهان اسبق هيد. تمام اسبق هيد عقزاز. تعال ساندي قسم الشرطة. ها طيب اسمح لي اقول لك شيء. ابى اقول لك شيء اخير وبنهي فيه الموضوع. انا والله ما ودي مشاكل حلو وحتى خويي بعد ما وده مشاكل فابيك تفهم علي بس الموضوع هذا وانا ولك اللي تبي يعني. طيب في النهاية خليني اقول لك شيء. يلا يا ولد يلا سم. والله العظيم لا اروح انا وياك للشاطئ ونتناقش بدون رفع الاسلحة ولا شيء وراح يكون خويك مع العساكر بحال رفع سلاحه ولا شيء يسقطونه. يعني احتاج فقط اتناقش معك واسالك عن السبب وش الاسباب وليش ما قتلتني وليش خطفتني وليش هذه الاشياء. سم سم اه بقى دخل سلاح يا عليكم عند العسكر. دخل سلاحك يا سلاحي داخل. حط سلاحك في الشنطه. انا حلف انا ما راح اديك شيء. حط سلاحك في الشنطه. ام القهر القلب انسحب يا عيال. سلاحي بالشنطه شيك. صاحب انت تاكد اذا معك سلاح ولا لا. هو عندي سلاح بس يعني حاليا يعني اي لا ما اقدر امشي معك الشاطي معك بحطها كلها بحطها كلها في شنطتك موترك هنا. شنطتك ها شوف شنطتك حطيتها هنا. خذ خلي قسم ساندي شورتي حطيت كل اغراضي في السياره تقدر تتاكد اني الان سليم 100% عشان اريحك زياده واثبت لك اني انا معاك الكلبشه بحطها. وهذه الكلبشه حطيتها وهذا موتر كبركبه ولا بسوي اي شيء يزعلك اني انا متاكد. لا لا الشاطئ 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 بروح الشاطئ وياك بروح. يلا ابي عسكري قاعد يلاحقه ويطار. يا جماعه الامور طيبه اشتباه فقط معك. اول شيء يا مواطن سم اسمك اسمك وشو معك ابو سوحان في حال المواطن لحقنا نمشي وراه. ابو حميد خليك عند الموتر لا تجي خليك عند الموتر لا تجي او شيء. بركب تعال تعال بلغتهم 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 ما حد بيجي اذا حتدخل تقدر تسوي شيء. بلغتهم يا جماعه. طيب. لا احد يسوي اي شيء الامور طيبه فقط عشان ما نوقف مكان احتياط فقط توكلنا ممكن يجي دعم ولا شيء. لكن اتمنى 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 اني انا وياك كلمتي وانا عند كلمتي. انا واثق فيك والله والله واثق فيك. سهله بعطيك المفتاح خليك ورانا يا ابو طيب المفتاح. ما اقدر اعطيك سيارة ما هي بحقتي ذي. خلاص خلاص يعني ضبطها بالاسلاك انت وامورك تضبط. يلا 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 ان شاء الله. يا دقيقة يا جماعة معليش حشش حشش اوكي اوكي ثواني ثواني. طيب دقيقة. تميم تميم الله يجعلك في الجنة الله يسعدك ويكثر خيرك ويجعلك في جنات النعيم. والله يا تميم اعذرني بس بدينا بداية شوي دسمة فعشان كذا كنت زي ما تقول يعني مو مركز. تمام عم حشيش يا جماعه ما عندي حشيش ما عندي. الله يسعدك يا تميم وكثر الله خيرك والله يجعلها تضاعف اضعاف مضاعفه. تمام عيال جابوا دعم جوي شكل السالفه كثير مره. وينكم انتم يا اخي؟ شايف خلي قسم ساندي شارد يسارك روح يمين عند المحطه. شايف المحطه اللي ساندي ايوه عنده في خط طوال يمين. الله يبيض وجيكم يا جماعة جميعا يوديك على. شكرا والله احنا عندنا والله يكثر خيركم. شكرا جزيلا. يودي على الهايباي في بحيرة صغيرة يمين. سمعت فأشكرك يا تميم من أعماق قلبي مرة أخرى. إيش السالفة ترى ما ندري السالفة يا عيالنا. قبل البث أنا خطفت أسامة حلو أبوريكم. أنا خطفت أسامة أنتم ما تدرون إيش السالفة. ليش أسامة يلحقني الآن؟
اني انا خاطفه تمام ابي اوريكم يسارك يا جماعه عطني بس دقيقه يا طويل العمر بس دقيقه معليش عفوا دقيقه بس خذ راحتك ابي خذ راحتك ابي اوريكم على السريع ايش السالفه اللي صارت باختصار تمام اسامه كان نازل هنا حلو فاتح شنطة فك اللي فاتح الدرج هذا أسامة تمام انبر توجه لي كان مع ناس عاديين اركب 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 سي ارجع اركب ارجع كان مع ناس حلو سبعة عام ارجع اركب ارجع ارجع اركب كل عام وانت بخير يا فان شونغ حبيبي تسرع تسمعي راي سالتن عشان اوضح لك تسرع تسرع عشان حتى لو ما سرعت المرة الجاية لا تسرع فايش صار اللي صار كلاثي هذا انا بالسولت تشوفوني هذا انا يا اخي اسكت اذا تتكلم تاكل تبي انا ايش سويت بلاغه الحين خلص كلام بعدين تتكلم انت سوق خلاص خلاص انت ما سرعت اسكت اسكت انا اتكلم المره الجايه في المستقبل انتبه من هذا انا تنفر شو القضايا اللي عليهم اللي قالك عنها اسفر اربع عندك سريع كان واضح اربع يا غالي الان في حال ما كان فيه اثباتات وادله وبصمات اسمعني بس ابغى اقول لك شيء اسمعني اصفر وشريط خطفته حلو اسمعني يا ابوي حظ مواطن انا خاطفه الله يعافيك شيخ انفار لا يا جماعه اعطى محكوميته اللي قالك عنها اصفر راح يكون مسؤول عنها استلمت بنزلك هنا بس حاب اقول لك شيء انا احبك مره اموت فيك واعشقك اعترتجف لا انا خطفتها بلبسي يا عيال ما غيرته فلازم اجحد قدر المستطاع الزبده انه ايش صار ايش تقول اقول العساكر لا يلحقوني تمام تمام طبعا ما كملت نزلت على طول لاني خطفته بمكان غير امن فما ابغى اجيب العيد نزلته حطيت لك حديد افك البشتك شكرا لك فنزلت يا جماعه الخير جت الدوريه تعال 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 ركب معاها وقال لهم تجاهلوا البلاغ لانك لانه كان يعني بلاغ ذا عوده الى الخدمه طيب يا طويل العمر كيف حالك اسمعني يا غالي ايوه طيب وش اسمك يا ابوي معاك ابو سويحان انسان حاله حاله سبحان يحب الخير ودائما الانسان هذا كلام الناس السيء هو اللي معطيه سمعه سيئه ولا هو والله انه طيب ولا احب المشاكل فانت انسان ونعم وانا احبك لكن ابيك تفهم حاجه واحده ان مطاردتك لي قبل شوي وترتني خلتني ابدا اهرب واسوي اشياء انا ما ابغى اسويها لو تلاحظ اني ما بادلتك طلق نار ما حاولت اني يعني اسبب مشاكل والشباب اللي بالراديو كلهم كانوا يلحقونا قلت لهم يا جماعه لا تسوون شيء احنا ما غلطنا وردنا عرف ان انسان عادل وحقاني سمعته طيبه حتى عند المواطنين فانا ودي بس اوضح لك الصوره بشكل اوضح عشان ما يكون في مشاكل او تفهمني بشكل خاطئ بس يا طويل العمر ثاني يا ابو سويحان اول شيء انت تقصد ان ولدك هو اللي كان له ماضي سيء صحيح نعم سويحان القحطاني هو الولد اللي كان مسبب مشاكل المدينه وانعدم الله يهدي وش صار طيب الان انعدم نعم انعدم الله وان شاء الله, الله يعني ان حقه بيجيه باذن الله بالقانون لان انعدم نعم. ظلما وبهتانا ولم يعطى حقه الشرعي كاملا بالمحاكمه وبالمحاماه فباذن الله راح نراجع نعم. موضوع سويحان برضه راح افتح ملفاته واتاكد ولكن الان ابغى اسالك سؤال واحد فقط تفضل سبب خطفك لي كلمتك لي يوم قلت احبك بعدين نزلتني وين ما انت ما سويت لي اي شيء طيب يعني شخص غريب يعني هو ما ضرني فقط قال لي احبك خليني اوضح انا ما راح اكذب عليك إيه؟ نعم انا خطفتك إيه؟ انا اللي خاطبك نعم انا ما راح اكذب واقول الصدق لكن خليني اوضح لك انا مع العساكر لو تسالهم كلهم ما عمري خطفت عسكري وسويت فيه فعل اجرامي اذا خطفت عسكري اركبه معاي اوضح له اني اقدر بس ما سويت لاني انا لست بمجرم الاشخاص اللي كنت واقف عندهم هذولي ناس مطلوبين من الدرجه الاولى وانا اعرفهم شخصيا واحد اسمه ابو عبد الله واحد اسمه جيزي واحد اسمه ذا كينج اللي كانوا عند محل الرمايه شفتك عندهم ربدن سمعته طيبه كنت معاهم قبلها بفتره كانوا ناويين يزرفون ويدورون رهائن فخفت انهم ينفردون فيك وانت الحالك قلت انا اللي ببادل الموضوع وببدي من نفسي وانا اللي بأكون في الوجه عشان ما تنضر نزلت سلمك الله رحت وخذيتك وبعدتك عندهم
وقلت لك يا طول عمر السلامة أنا أحبك لا تفهمني غلط ما أقدر أنزل من السيارة. أركب ورا أركب ورا سار. طيب الآن اللي أفهمه منك أنك سويت هذا كله كل سويت كل هذا الشيء فقط عشانك تخاف علي نعم المجرمين اللي عندي صحيح نعم 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 والشيء الثاني عشان تثبت لي انك تقدر بس ما تبغى تسوي هذا الشيء نعم وضحت لك انا الاشخاص اللي كانوا عندك مجرمين اذا حتى لو تلاحظ يوم كنت عندهم كانوا يقولون الله يعزك بيض الله وجهك يا ابو محمد يقولون كذا يحسبوني باروح معاهم وبكمل معاهم السيناريو اللي هم حاطينه بعقلهم فانا ابعدتك من الموقع وقلت لك يا ربدن انا احبك لا تخيل العساكر يلحقوني ومشيت وشوفت عينك لا انا اللي رفعت سلاحي واطلقت النار كل اللي سويته شو عشان اتاكد انك بتكون بخير وبس الله يرفع قدرك طيب مخرج. سوحان انت قلت كلمه عن ولدك سوحان نعم لازم تحقق بخصوصها نعم. اللي هو انه اذا كان له حق ياخذ بما انه معدم بمعنى انه هو معدم من وزاره الداخليه صحيح صحيح كان معدم من وزاره الداخليه فاللي فهم منك ان اللي نفذ قرار اعدامه ظالم طيب من عارف شاكر لكم راح يكون معي أولد البقية ينصرف وشاكر لك يا نزار شاكر لك يا هليكوبتر وضع طيب بما أنك قلت هالكلمة صحيح معنى أن عب بنزين يا محمد عب بنزين داخلية جميل أنا بوضح لك أن تفهم الصورة بأكثر الإعدام جاء بسبب عمل إجرامي من ولدي كما سمعت وكلنا ندري لكن هولد يا جماعة لا أحد يسوي أي شيء خلوكم عاديين الموضوع بسيط إن شاء الله المهم معك منظمة قاعد تهدي لا لكن شفتهم مش يفكرون قلت ما عاد يفكر الأمور طيبة عشان تفهم الصورة وقت إعدامه كان إعدام غير مستحق أبدا لم يأخذ حقه في المحاكمة لم يأخذ حقه في المحاماة كان الإعدام بسبب تصرف طائش كان ممكن يروح إلى شيء يعني أفضل من الإعدام وأخذ الروح يعني هم خذوا روحه على شيء بسيط لا هو قتل أحد ولا هو أعدم أحد كل اللي سواه عمل طائش سرقات ما سرقات هروب وما إلى آخره سبب إعدام والشخص اللي أعدمه معروف عند العساكر وعند المواطنين إن إنسان متسلط وإنسان يعني الله يعينه الله يعينه قرار إعدامه مر على المحكمة لم يمر على أي شخص لازم كان على محكمتين المحكمة الأولى اللي هي المحكمة العسكرية من بعدها يمر على محكمة وزارة العدل هل مر عليها للأسف ولا محكمة مر عليها ولم يعطى قرار صدر من الشخص هذا وهو اللي نفذه قرار شخص صدر من الشخص وتم تنفيذه أيضا من الشخص كل الأمور تمت مع الشخص نفسه قلت هل فعلا هذا الكلام حصل بخصوص المواطن اللي اسمها وسبحان صحيح صحيح ما. والكل كان عنده علم باستثناء وزارة العدل والمواطنين صحيح كانوا مع اللي يعدم اللي هو ما اعتقد نائب الوزير وكان معه فرقة النخبة فقط وكانت معلومات سرية جدا ولا عندنا علم عن اللي صار بعدها فاني سجلت خروج من الراديو ليه فهم ان الاعدام سري وكل المعلومات كانت سرية صحيح عليك طيب ابو سوحين متى جاك خبر موت ولدك بعد تقريبا اسبوع من موته رجعت للمدينه وجاني الخبر من الافراد اللي كان برفقتهم وكانوا نخبه طيبه من الشباب بلغوني وحزنت صراحه عساكر عساكر وايضا مواطنين من الزملاء في ايام الجامعه بمعنى انك علاقات انت مع العساكر علاقاتي مع العساكر جميعها جيده والعساكر يعني لو تسأل وتروح تبحث حتى عن سجلي ومستعد أعطيك الآن سجلي كامل وهويتي ما بتلاحظ عندي أي عمل إجرامي كل العدوات اللي كنت أسويها في الماضي كانت مع شخص واحد اللي هو بيتو بسبب الـ 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 الأشياء اللي كان يسويها سواء بتسلطه على العساكر أو بتسلطه وظلمه على المواطنين دقيقة أنت قلت لي اسم صبر صبر من هو العسكر اللي أعدم؟ بيتو نائب الوزير نائب الوزير هو اللي أعدم بدون نعم. مرة على المحكمة العسكرية نعم. ولا المحكمة نعم جميل نعم هو الشخص الوحيد اللي اتخذ القرار واللي نفذه بدون أي أدنى سبب فقط يعني لشفاء الغليل هو كان بينه وبين ولدي عداوات وشد كلام فهذا السبب أدى إلى التصرف السيء اللي اتخذه جدا طيب هل في أي مواطن يعرف هذا الموضوع ولا الموضوع إلى الآن مكتوم وأنتم قادرين توصلون كلامكم؟ المواطنين والعساكر كلهم على دراية بهذا الموضوع لكن رتبة عالية وكبيرة وما في أحد ماسكها وللأسف الوزير نفسه شخصيا دوامه قليل فتصرف طائش اللي قاعد يتخذه بيتو ما حد يقدر يحاسبه عليه لأنه يعتبر من أعلى المناصب في الدولة غير صحيح قولها الآن قدامك سواء بيتو أو بي فايف أو بي زيرو أي شخص يخالف بروتوكولات الوزارة يخترقها يتحاسب سواء منا أو من وزير الداخلية ف
حاليا انا ما راح احاسبك ولا شيء، اللي اطلب منك شيء واحد فقط، تمهني ساعه او ساعتين او ايام راح تحقق الموضوع بشكل كامل من اول ما بدا الين ما انتهى، وين تم اعدامه، من الفرق اللي كانت معه، وهل مر المحكمه، هل ما مر المحكمه، هل الوزير له درايه بالموضوع او لا، هل المجلس الاعلى له درايه بالموضوع او لا، هل المحكمه العسكريه لها درايه او لا، هذه المره راح اتاكد فيها كامله، اتاكد منها كلها، ومن بعدها راح يتم محاسبه الشخص اللي عليه حق هذه المساله. حاليا احتاج منك رقمك يا ابو سبحان. ابشر وفالك التوفيق، الخوي يجي ياخذ، راح تحقق الموضوع بشكل كامل، لكن بين تواصل. الله يعطيك العافيه. انا راح افتح ملف القضيه من جديد. أغراضك في سيارة خويك، أعطني. أعطيتك يا تأكد بس. تأكد إنه معك. للأسف ما معي جوال. أولد معك جوال؟ تأكد. للأسف ما عندي. الله يعين. أعطيك طيب جوالي، خذ رقمي. ثم رجع الجوال. باخذ رقم خويك. خويك بعد إذنك بحط يدي على جيبك وأخذ جوالك وراح بس أخذ رقم أسجله. خلاص ما. انتوا اللي بالدبابه يا جماعه، حرك خلاص حرك. خلاص يا ملك. الامور طيبه ان شاء الله. خليت رقمي طيب؟ غير صحيح ما جاني. طيب بعطيك رقمي. خلاص ثواني. اعرف شيء بسيط بس منك. تفضل. هل انت تفكر تاخذ حقك القانون ولا بنفسك؟ محاكمته واعدامه والتصرف اللي تصرفه ما كان في اي نسبه قانون. فقلبي يبغى يذوقه نفس الطعم اللي ذاقه ولدي من ظلم، لكن إذا وصلت وصدر أن فيه يعني الموضوع بينفتح مرة ثانية وأن الشخص راح يحاسب من القانون، فممكن أكون من الناس الأوائل اللي يساعد هذا الشيء. وإن حصلت فرصة، وأنا أقولها يا بيزيرو أمامك الآن ولا تفهمني غلط، إن حصلت فرصة قدرت أوصل لبيتو فيها راح أخليه يذوق الطعم اللي ذاقه ولدي الله يرحمه. راح أحضرك وراح يقول انها لحظة غضب او انها غبنة على ولدك انه مات بدون حقوقه كاملة، لكن باذن الله اني راح اخذ حقك او اعتذر ما اخذ حقك، راح افتح ملف من جديد وراح اتأكد، بعد راح اجيبك. شيء واحد راح اوعدك فيه. جميل. انه يناخذ حقك سواء بالقانون او باختراقه مثل ما اخترق صاحب القانون. جميل. تقدر تشيك وترجع تفتح الملفات وتسأل الأعضاء النخبة اللي كانوا مشاركين بالعملية، وتسأل الوزير إذا كان له علم، مع أني متأكد أنه ما له علم بالقضية لأنها صارت ابتكتهم بشكل كبير جدا. تأكد رقمي عندك وتقدر تكلمني بأي وقت، وأنا تحت أمرك، وأعيد وأقول أنا مع الناس الطيبة واللي يبون أنا تحت أمرهم. كالتوفيق والله عليهم. الله يستر عليك ومال الله. اللي في الدج. ابن عليك. عساك طيب. حرك حرك. والله بخير. صح السلام. اخذ الجوال. اوكي يا جماعه الخير، بعد عرق 3000. يا ويلي. اشتري جوال احنا مطفرين جهل. كم معك؟ دقيقه. مو معك حق جوال؟ يا ساتر ثواني. قال لك اخذ الجوال. مين اللي بالموجه ومين راعي الدباب؟ هذا راعي الدباب. ابو فشقة موجود بالموجه؟ موجود. طيب يا جماعة، أبو زهرة ومجة ضارهم من مسكو، تعرفون وينهم؟ آخر مرة قالك يا أخي. أنا أرسل لي اللوكيشن لكن ما لحقت عليه، لأن الظاهر أنه انسدح هو خوية وما علمونه بيطلقوا النار. يلا مو مشكلة. الزبدة. معنا بطاقة مصرف، ودكم مصرف؟ أنا بخش السجن 30 شهر بعدين بجيك أسبوع. أوه أنتم بتسجنون؟ قائد الإعلام ها؟ إي أبو زهرة بعد 30 شهر. وشو؟ قائد الإعلام؟ بطرق من قاتل الإعلام عشان لو جمع ساكر شيء يعني يمكن نقفها. جيت بمعنى؟ لا. يا اخوان من اللي بالموجة؟ ترى والله ما ادري من اللي بالموجة. تعال تعاليك يا طاهر. يمكن يقول لا تستعمل الراديو، انا ما بستعمل الراديو عشان اسكت. يلا هم الله. بالله اشتري لي جوال. دقيقة. انا ابغى حشيش وضعي زبالة. أنا سمعت إن سلاحك انسحر صحيح؟ سلاحك انسحر صح؟ أيوه انسحر. انقز ورا انقز ورا انقز ورا. يلا يلا يلا. لا تدري إنه كويس إنه ما طلق حقيقي كويس. أنا من يوم ما شفتك تصبع وأنا قلت والله ما ورانا طلق. والله العظيم. أقسم بالله يا عيال أنا خرجني يوم جاي صبع، تاخذ فلوسك من بطرس. أقول ليش ما يطلق؟ أحطه في جيبي وأرجع أطلعه ما يطلق.
اطالع في السلاح الاقي ما في لون شاط، قلت لا انا بالقهر. يا راعي التاكسي حط حط الجوال بالدرج. يلا يلا خلاص شوف راعي التاكسي هذا بنبدا نخطف الحين. يا جهز السلاح ننزل بس. خلا بس يروح عن مدنية ثواني. خلاص سحبوا سحبوا عليه سحبوا عليه. وينكم يا جماعة وينكم؟ عند بقالة وزارة الإعلام. موتركم ايش؟ يا عيال ابغى ابغى الله يقطع بهم القهر يا عيال، يبغى لي ايام ملابسي هذا رقم واحد، بس ما ابغى انخطف، ابغى شباب يجون معي، ويبغى لي حشيش يا جماعه، ويبغى لي يبغى لي فطر، مو فطر شو اسمه ذاك؟ شو اسمه الشيء اللي ناكل؟ بانكيك. يبغى لي بانكيك ضروري. ولد وي 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 يا ابو حميد هذا منو قاعد يلحقنا؟ اي هذا قاعد يلحقنا من اول صح؟ يب 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 لحظة بروح اشوف شو وضعه هذا من اول يلحقنا من اول من زمان مرة من اول مرة من زمان حقيقي يا الغالي راعي الدباب كيف حالك؟ الحمد لله عمرني شو اسمك انت؟ ها؟ سم سم انت ايش تبي؟ بس شو اسمك بس؟ دريك الله يعافيك سم شو اسمك؟ ما اسمعك والله ارفع صوتك بس اقول دريك دريك ما ادري لك اشوفك اشوفك يعني شفتك من خمس مرات في عشر دقائق بغيت شيء ولا لا لا والله ما ودري اخطفك حتى ما ودك تخطفني؟ اني اقول لك يا بصدق يعني ودك تخطفني؟ ما ودي اذا ودك عادي بروح قدام هنا يمين وتعال ابد 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 من بجرنديل فاضي ترى والله عادي يمديك لا من اللي ودك يلا مع السلامه ولد دولي كثار ودي اخطفهم يمديني اخطف هذا لا 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 مليانين مليانين هذا اللي قدامي ذا اللي قدامي اي ما يمديني ليه ما يمدينا نخطف ذا تاكو تاكو ما نخطفه طيب قاعد يتمشى يا ابوي وشو كذا لابس لبس تاكو ما يمديك يا الحبيب اختي هلا ما قد انخطفتي الحمد لله تبين تنخطفين ليه اسال بس والله لا مين بين خطف خاف على حياتنا احنا ما ادري بس مكانك كذا لحالك كنت مخطفين ما نخطف ما عليك اكيد طيب نزير في عدك لا ايه بحط اكل على جنب طيب يلا حطي عادي صح؟ يا انت عندك حماية؟ ايه ما تدري؟ ليش طيب عندك حماية؟ لان تاكو انا قد ابي تاكو الحين وصل انت قاعد تمشين بالسيكل ما تبين تاكو والله رحت عند الناس يقولون ما نبي قاعد تبين يعني الحين تهاوش واحد عند الشقة هناك تهاوش واحد قلت خلنا نمشي ذا معصب يلا خلاص خلاص اركب اركب وشو تاكو ما تنخطف جبل بس تاكو انا عندي الضغط مرتفع ابغى حشيش طيب روح البحر يلا والله روح البحر يلا يلا ها حدت لي قبل اروح اشقق المستشفى باخذ كلبشتين معك كلبش انت لا ما معي والله خلاص انت معك بطاقه معك. مصرف ايوه ايوه حطها لي بالدرج يلا يلا بطرس ابو فشقه تسمعوني الو يا شباب حطيتها لي واحد يقول انه بيروح السجن وكذا بس الزبده بجيب لك كلبش وبرجع دقيقه يلا روح انا معي ما ابغى تاكو ما ينخطفون
ما ادري، قلت يمكن هذه واحده زاحفه رايحه لحالها ما قاعده توصل، يعني نقدر نخطفها. يعني لو قلنا رول بلاي اوكي ما نخطفها اذا قاعده توصل تسوي شيء، بس اذا هي قاعده تمشى لحالها فهمتوا؟ ابغى حشيش، وضعي صعب مره لانه طفرة الحشيش. تعال سريع يا اسمك. يلا جاي. حمود في الشقة، حمود في الشقة. ما ادري هو بالراديو ولا مو بالراديو. غير لبسك. بغير بس ابغى رهينة على الاقل واحدة. هذا عسكري يا الغالي. اوصلك. لا اركب اركب اركب. الله من جابك عرك. لا لا يا رجال تكفى بوصلك والله. لا 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 انا ابدا خلاص مره. تكون العافيه. ما اطلع الشنطه ولا تزعل اركب. لا الله يعطيك. طيب اصبر اصبر. طيب خلنا نشتري حشيش. حدد لي على حق الحشيش. في الجبث. اي في موجود. حددت لي. اي خل نمر محل ملابس ده على الخط ممكن نحصل فيه شيء. في احد الرجال. هذا قدامنا. ترسلك ترسلك ترسلك. يلا 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 يلا. اهي للشغل اجل. ما في احد يركب ركب. اشتري بانكيك. وين يبيعون البانكيك طيب يا جماعة؟ ايوه من راح ذا العن شكله طيارة سيارته يا عيال. الاوشن الاوشن اوكي. الزبدة بإذن الله بكرة ببث بسيارتي يا عيال الجديدة. الزبدة السيارة راح تكون سيارة كبيرة مو بصغيرة. تجربة يعني نشوف وضعها كيف. إن شاء الله تكون كويسة. هي خلصت بس باقي تعديلات عليها بسيطة من ناحية اللون اشكالها الليفرز يعني. كاش ترى. كاش متأكد؟ يب 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 متأكد. شوف الموضوع في هنا صرفات كثير بس تأكد انت. معي كاش معي. معك كويس صراحة. مي بقى من المنطقة دي صح نقدر. يب 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 ما هي آمنة بس ما عليك تقدر تخطر. اوه لا مليلين مدنيين. انا بقعد. الو جاهز المودة شباب. ايه من انت؟ انا العب في دار الدعوة. وينك؟ الان. اوه يا ولد طيب الله رجل مرني يعني. وينك؟ ساندي انت ستة. قاعدين ندور رهاين نصبر طيب شوي. خذ الكمتر تعال. وينكم انتم؟ فلوس؟ حطيت لك حشيش خذها. فلاس انتم؟ ياب 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 ياب. يلا يلا. ولع تبغى ولع؟ اي مي. ايه عندك؟ فتوح شكرا يا فتوح. معليش جماعة ما اركز. دائما اذا دخلت دخلت جو بجراند ما اركز في الشات. طيب رهاين الان رهاين. مشكلة يا عيال والله اني استعجلت يوم خذيت باب واحد. مصرف بسرعة قبل الاولوية تكفون. ابو زهر رجع لي. مين هذا اللي يقول ابو زهر رجع لي؟ هذا ساطي القحطاني. ساطي القحطاني ساطي القحطاني ونعم ساطي القحطاني. يلا طيب دور رهاين. الناس كلها قحطين. يلا امشي يا ابو. عندك مشكله الموضوع؟ لا مشكله. عندي مشاكل. اختي الله يعطيك العافيه. Ah.
ما حبيت هذه صح؟ اي ما حبيتها والله، ما حبيتها ما حبيتها شباب الاختفاء هذا، ما حبيتها شباب مرة، ما حبيتها مرة، ما حبيتها. تفداك عيني ومالي كل شيء ثمين وغالي، طيفك مشكلة اللي معاي عيال ما مع رصاص، يعني النكبة لو جانوا الناس أكثر مننا والله النكبة. والله ودي أخطف عسكري يا جماعة، ودي أخطف عساكر، وينكم أخلص تعالوا. أما عساكر والله يا أخي المدنيين المواطنين مدري وينهم. عساكر بتكون كذا زرفة طيبة. ما يمدي اللي يريده. ألا يمدي وش ما يمدي مش بس. لا لا بيرفعون الحرارة على طول. لا لا ما يرفعونها علينا احنا عادي ننزلها عادي. بقل بقل تلسلك تلسلك تلسلك. ارفع 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 ايدك ارفع ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع 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 معنا رهينة ها تكفى. اركب اركب سيارك اركب شنطة اركب شنطة ها انا عند البقالة الزبدة ومعنا رهينة. يا اخي ما يركب الموتر. السلام عليكم. شد عضه يا تلد يا اخوي. يا الامير هلا حبيبي هلا. دعم كهرباء للناس سجتني والله. اي ان شاء الله اذا وصلنا المصرف بترد. شباب معنا رهينة وبروح مصرف، يلا استعجلوا جيب لكم واحدة. يلا خلنا ناخذ السلاح الحين. شوف مسحور عن عمرك، شوف كيف انا امشي قدام. بيبي شرب فمك. يبغالنا واحدة ثانية عشان موتر الشباب. حميمة وينها؟ حميمة بث 48 ساعة أظن. كم حنا؟ 5 و4. كم حنا يا أبو فيحان؟ حنا أنا معي واحد، أنتم كم عددكم؟ حنا ثلاثة. يعني كيف أبلغ الموتر مسروق؟ يعني 5 تقريبا. كمين؟ شباب كيف ابلغ الموتر مسروق؟ تبلغ اذا راحت الحراره. اما حراره معنا طيب دجاجه. تبي تلعب وين؟ بس على السياره الحين. كيف خوي سحب عليه؟ والله انا انقهرت خوي رخمه. خوي فاق. شباب سبب الاولويه حد يعرف؟ اتوقع عند السرقة. طال عمرك. طيب نبغى نروح مصرف بحيث اذا اول ما تنزل نبدا. هلا حبيبي سم. انا مره يا ولد مسحور، اشوفك تصقع هاي راسي. يعني شو نسوي؟ ممكن تربط لي حزام يعني. شنك طنق ربطت لك اياه. ترى هذا ايش؟ يعطيك العافيه. الله يعافيك. حطيت 911 وبلغت. طيب جيبوا، انا بس نحتاج انكم تجيبون رهينة لموتركم، انا معي رهينة لموتري. ليه 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 رهينتين؟ موتري يشيل اثنين يشيل ثلاثة موتري بس. مش موترك، احنا اربعة بس. انت سولتن، ليش موترك صح تعال. تن ارس. ارس. كيف اغير اغير الليفرز اصبروا. شو رايك باللون هذا؟ حلو. ها؟ حلو والله جوي. اقدر اشوف الا من ورا داير كذا. ايش؟ يا رهينك كيف لون السيارة حقتي بسرعة قول.
يا رهينة بسرعة تكلم. يلا. كيف لون سيارتي؟ ما شاء الله تبارك الله. حلو. ايوه هسه بعد. طيب يا جماعة ايش رايكم تجيبوا موتركم ونطلع على سولتن بزرف اي باي مصرف الان؟ تعالوا مصرف فوق الحد. معكم سولتن الاربع بيبان؟ لا. ايش معكم موتر؟ انا موتر 7 مرة. يا عيال انا وحمود الشوقي بننزل. ليش؟ احنا زنزانات الحين. ايش مسوين؟ ايش مسوين انتم؟ كلمات المرحوم والله. يا اخي نبغى نزرف الله يقطع ام القهر. ما يمدينا نزرف على ثلاثة صح؟ كيف نساعدهم؟ رفع صوتك رفع صوتك. ملابس يلا يلا برهينا ندبرها ندبرها نشوف هليكوبتر فلاش تفكير. ما شاء الله عندك فلوس؟ نهربهم. انا؟ ايوه الحقيقة ما الحين العموم غير ملابس. ها ارفع 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 الخفاق الاخضر. يا موطني موطني قد عشت فخر المسلم عاش الملك للعالم والوطن. شوف وجهك ايه موطني قد عشت فخر المسلم عاش الملك العالم والوطن تنترن. الحرارة نزلت يا اخوان. انا موتر. وين راحوا وين راحوا؟ شو هين الشغلة اول ما مشي طلع تخيل. اركب اركب اركب. لفك والله العظيم. امرك بالله فكني في مكالمة صجتني. الله يقرب ذي المكالمة. زياد ارسل لي لوكيشن. زياد شكله مسدوح. يلا يلا فك هذا خلاص والله قرب شغلي دقدقون دقدقون. يا جماعة زيادة ظهرنا مسدوح. اركب 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 سريع اركب. فك 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 الشنطة. اركب اركب زياد 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 مسدوح حصل اللوكيشن. عند عند ورشة ابو فيصل سريع. اين الشغلة ما معايا رصاص شيخ. بالله يدبر الرصاص. وش في فايت ولا وش؟ ما ادري انا ما ارسل لوكيشن بس ما في احد. قدام قدام شوفه قدام. وينه؟ وين ذي ابو فيصل صدق؟ وين قدام؟ اي والله هذا هو. سبحان اللي بالشارع. زيد. ما زيد. خلاص خلاص لقيته مسدوح مسدوح عندي. ثواني ثواني. اسمع 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 لا 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 تعال 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 تعال. خذه خذه معك في ذا الموتر. ودى المستشفى سريع وكلمني. حط 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 بعطيك المفتاح. ها يلا يلا ركب معنا ركب معنا ركب معنا ركب. يلا 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 ركب ركب. كون افضل تدري خروح روح معهم روح معهم بجيب رهينة ثانية. انا روح معهم سريع يا جماعة ساعدوه ووجهوا وجهوا ذا. كيف حالك يا شو اسمك؟ معك رهين يا ابو ذا. ياب ياب معي واحدة قبل الأولوية تكفون. بينا ثانية الحين. دعوة المرحوم ابوي الله يرحمه ويجعله بالجنة يجمعك معه.
يا ابوي العساكر يختفون من عندي يا جماعه. ش... احا هذا وين؟ انا كل ما بخطف واحد زبن كل ما بخطف واحد زبن اخذ حبه. والله يا جماعه ثاني واحد ابي اخطفه ياخذ حبه قدام عيني. عوده بعد صب الليره. ماجد والله لك وحش يا ابو شاي. الله يسعدك يا زعفران حبيب. ها زعفران الله يسعدك. خلينا نشوف العسكري موجود. يلا 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 شباب بالله عليكم ما في وقت. طيب يعني ارحب ابو زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ادخل ادخل 45 60 45 او 45 60 واحده منهم. وينك انت؟ المستشفى ضروري سريع. يلا 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 ارفع الاضاءه على وجهك. ما اقدر والله ظهر الكام ثلاثه انحاست شوي بعد الفلوق. يا اخوان الرهينه اللي معي ما بقى شيء على وقتها. تكفون استعجلوا. يركب معنا ذا ولا ابو زيد تركبونه معكم ولا اجيبه معي؟ لا 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 خلاص بركب 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 معي. وينك وينك؟ اركب اركب اركب. شنطة شنطة. وش الموت؟ والله عاد هذا الموجود الحين. وش قبل شي كان يلحقني ربدني يقول ما غيرت لونك. غيرتها من امه يلحقني الحين. لا يدرون انك حطان. لا ما عليك مخفي الهوية مخفي. وبلغت موتري مزروف عشان ما يلحقني منقود. يا عيال تكفون جيبوا رهينة. تعبت وانا اقول والله بزرف ترى والله. تبي تزرف؟ شو بتزرف؟ دور والله ندور مصرف. هذا هذا شوف ابو اخضر يا ولد العالم عندي تختفي والله العظيم. شوف هذا اسمعك اسمعك بكل وضوح يا غالي. اسمعك بكل وضوح يا غالي اسمعك. يبا الله يسلمك. مالك امر نصرف يا مواطن. ليش؟ تكبتك يا بارب. طيب ارفع يدك ارفع يدك ارفع يدك ارفع يدك. اي 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 سلاح ثقيل سلاح ثقيل سلاح ثقيل سلاح ثقيل سلاح ثقيل. ارفع 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 اخلص ارفع. عسكري وراكم وراكم عسكري 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 وراكم. عسكري حازم حازم. ما ترك زين. اركب اركب اركبه. ما وخر وخر ما اقدر اركبه. شخص مع سلاح ثقيل الناس. يا علم معي عسكري معي ثلاث راين. ها ثلاث راين؟ نعم معي ثلاث معي ثلاث راين معي شرف و و بسرعه وجه 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 المصرف اللي قدام الحديقه اللي قدام الشقق سريع. يلا يلا ما جايب مصرف هنا. كيف حالك يا حضره العسكري؟ كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. لا تمام طموحك هنا. ليه لحالك؟ يكلبشني ماني ابي امسكني والله. بس قاعد تستاهل. الدنيا انقلبت. الدنيا انقلبت. الدنيا انقلبت ابي امسكني وامسكوك. الله يعطيك العافيه يا عسكري على تجميع الرهائن. والله انك ما قصرت يا جودي. استغفر الله. ليه يا اخي؟ هذه حال الدنيا. شفت حال الدنيا كيف وانا اخوك؟ انك خاطفني بس والله كفو. ابشر بي ابشر بي. احزم بي يا رهينه احزم بي. انا محزم اللي لارتخاء حبل الاصحاب. خليني اشوف هذا يبغانا نذبحه ولا ايش السالفه. يا جماعه بسرعه وجهوا المصرف اللي فوق الحديقه العامه. يا مصرف الله يا غالي الله يعطيك العافيه يا سي 6 تبيني اذبحه؟ سؤال سؤال تبيني اذبحه؟ الله يعطيك العافيه. توكل توكل على الله توكل على الله. توكل على الله توكل على الله. والله بذبحه والله توكل على الله. يا جماعة المصرف اللي فوق المستشفى سريع تكفون. كم يبي لكم يا شباب؟ أبو زيد الموتر في بنزين عندك؟ في 40 بس فانتظر أبو زهر يجي على الشارع. أنا عندي هنا هذا أنا هذا أنا. وينك؟ شو اسمك يا عسكري؟ نزل نزل نزل. عسكري شو اسمك؟ لازم ليش يا غالي؟ تقول تقول معك سلاح ثقيل وزارف مصرف؟
ليش المشكله طيب؟ بطران جدا. ايش تبغى ازرف ايش طيب؟ علمني يلا. اسمع اسمعني يا اخي انت ما تفراني صح يا اخوي فك. والله اخافك وتلحقني. هو هم واحد لا تفك تكفى. هذا قاعدين يلحقوني ومعي عسكري ومعي رهينتين. ما راح يسوون لك شيء. من الشخص اللي بالسلطن السوداء عند المصرف؟ عيال من انت يا غالي من انت؟ واحد مو ترى صوت في دوريتين ترى الفرن. والله في واحد. مين هذا شباب؟ مين السو... مين الموتر الاحمر سريع؟ انا الاحمر تمسكني يا هاي عسكري. طيب يلا استعجلوا بالله تعالوا المصرف سريع. شوف كيف دارت الدنيا. اسحب الاسود اسحب لا ابو الزيت كم يبي لك عشان درجه الحراره ما ترتفع بس. طيب وجهوا المصرف بسرعه مجه وجه المصرف سريع الان بنزلهم سريع تعال عند باب المصرف. طيب تعال عندي بسرعه بنزلهم تعال عشان ما يطب علي. تعال ابو الزيت كم ثانيه يبي لك ابو الزيت؟ يلا جرب ابدا نزل الان. اسلم يا عيال في عسكري عندنا ترى لا يحرر. يحرر بذبح الرهينه. دخل رهين دخل رهين. تعال لا تزحف. يلا. كم انت شو اسمك يا غالي؟ ثلاثه. اسمي محمد. ابو داح. اسمح لي يا محمد بشيل منك الحديده بس. والله ماشي منك الحديده بس عشان اتاكد انك ما تهرب. يلا ابو داح ما هذا مالك منه سير شوبينج علي. لا ايش دعوه ابو داح ابو حميد ما اسوي شوبينج عليك. خليك مؤدب عشان الملابس عندك ما تروح. طيب لا في واحد دخل فيني. اقول لا تقول الكم ترى عندنا ثلاث رهائن عسكري. دقيقه يا الكمين يا الكمين ابعد الباب يا الكم نفسي. اي حسبت عسكري شيري ما هو خذ جوا داخل انقلع يا عسكري لا الكم يا كلب. ادخلوا جميعا داخل عشان الخادم عساكر فسد. ارجع خليك هنا لا تستهبل. ايه ما منك انا باقي في مواطنين ما جو صحيح. اكيد في موترنا ما جاء باقي بسيط. يجي ويدخل ما في مشكله. الله يعطيك العافيه والله حبيت ال شو اسمك تقول لي انت يا غالي؟ محمد؟ كم لك بالعسكرية يا محمد؟ ست شهور هذا ابو داحم. والله ونعم والله. اصبر تيد. ابعد. كيف حالكم يا رائع؟ طيب اذا يعني انا مثبت ليش ابي افهم؟ خلوكم مع الرهاين يا جماعة بديت تهكير، العموم يكون مع الرهاين لا يفقعوا فوق نفسهم. خاطف تسمعني ابو زيد. شروبي يا جماعة شروبي وأنا أبو محمد ما في عسكري يروح وأنا موجود. شروبي شروبي عساكر لعبتنا. أحمد هذا الشرف اللي دايم شد أمه عليك بذمتكم هو ذمتكم هو يا جماعة. ناس تطلع الفلاري موتر ممتاز ترى. ناس الفلاري ناس معي سولت الناس بالله يقولون إنه هو سولتين وفلاري موتر. طيب مو مطينك موتر تمسك لي ها تمسك لي مالك 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 وش السلاح ثقيل؟ ابو الزيد عبيت بنزين؟ ابو الزيد الله يسعد امك. خمس الحين بس اربعه نحن. في ابو ابراهيم سلوم هذا ولا؟ انا دايم البثوث ولا افهم شيء. اللهم يا ربي شلون والله انه مره سهل ذا. عندكم شيء اسمه اولويه وعندكم شيء اسمه قوانين وخلاص. ما ادري كيف شرطتين. يا رب كم شرط؟ يا القهر طويل العمر. في احد عند الرهاين ولا في واحد يكون عند الرهاين واحد يكون عند الرهاين يشعل خشيك على حياه الرهينه. تذكره
سكينة العسكري. ما لك أول ما يطلع بي مسكر لقلك خلاص. ايش طلع لي؟ هو عقد ذهب. اوكي شوف اخر مرة عيال طلبت ولا باقي؟ قرب اكيد اكيد. تفضل تفضل بس يدك للاعلى الله يعطيك العافية. سمي ابو شنباطي شيش يا فريق الله يقرفك. شباب مين هذا اللي يقول اف الله يقرفك؟ شكري عساك طيب ان شاء الله. شباب اللي يقول اف الله صبر صبر مين هذا اللي يقول هذا؟ انت من انت؟ من انت؟ انا طيب ان شاء الله. ساطي يا رجل ارفع يدك ارفع يدك ارفع يدك. خوينا خوينا خويكم هذا. وش تبي؟ ايه يا اخي وش الازعاج يا اخي؟ شيك على هيئه الرهائن كذا ما شيك. ابغى ابوي ما شاء الله. ايه بس قله 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 تمام قله 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 يوم اخر تمام. هل في احد منكم يتكلم من العسكري؟ هذا من هو الاقرع ذا؟ الا بي زيرو سليمان. نزل سلاحك لا انفض راسك نزله. دخل معهم؟ ما بتنزله؟ هل دخل او لا؟ نزله عمر. لا بس نزل لنا الموتى. نزله عمر نزله بسرعه. اترفع سلاحك عشان ما اخذ راسك. حشيش يا بطريق. طيب يا ابوي تحتاجون اكل صحيح؟ ارفع يدك ارفع يدك تعال تعال ارفع يدك. اكل يا عسكري. لا لا فك لا حد يسوي شيء يسوي شيء عندي شرط اللي يشترك. يا جماعه ركزوا معي لو لاحظت. طيب يا ابوي ركزوا معي يا ربدن اسمعني الله يعطيك العافيه. اذا لاحظت انك مديت يدك لجيوب احد الناس اللي موجودين امامك وحطيت فيها شيء راح يموت على طول الشخص. طيب خذ بنكيك يبا سام يا حبيبي. حاليا هل اعطيتهم اكل؟ ما حد طلب اكل ولا حد اشتكى. انا طلبت اكل. ما تنتو ما طلبت. انا ماني قاعد احاسب المواطن. انا ماني قاعد احاسب المواطن الان. هل تعطيه اكل او نعطيه او نرسل له مسعف؟ انا راح اعطيه اكل الله يسعدك. خلاص نحن نعطيك. شاكر لكم. حاليا باذن الله راح نساعدكم من الخارج وراح تساعدونا من الداخل. ثلاث امور: اولى التزام الصمت، ثانية عدم مهانة المواطنين، اما من الناحية الثالثة عدم اسئلة ما لها فائدة. باذن الله راح نساعدكم بالخارج خلال 5 إلى 10 دقائق. اعتذر منكم عن قلة الامان وهذا بسبب كثرة المجرمين. باذن الله قريبا راح تطلعون. الله وجهكم. علي علي خله خله خله. كم سوءكم فعل الشيطان. ابو زيد ابو زيد ابو زيد توجه لي الان. صار متوجه. ارفع لي سلاحك على العسكري. ايوه اخيرا ما بغيت. اتمنى احصل عندك حديده. شوف لو معه اكل ولا شيء اعطيهم على طول. لا حديده اعطاه حديده شيء. نعم ممكن اعطاه حديده لان العضله السادسه ما اشوفها. خلوكم رافعين اسلحتكم وحولهم في اللحظه اللي يفك فيها حديد تذبحه. كلامي واضح سمعت؟ وزع ناس يمسكون وزع. خلاص ابو حميد انت عليك الشخص هذا سلاحك لا ينزل منه تمام. انا ابغى لا تايم كثير. لا تايم كثير خليك عنده بس والسلاح بيدك. اذا فكهم في راسه اللي انا مسويه اصلا ما عليك على طول. طب ابغى اكل انا. مين اللي ابغى اكل؟ مين اللي ابغى اكل؟ وخر وخر من هو؟ انا لابس اسود. ولكم حمامه حمامه جاء لا تتحرك انتبه. طيب عندك انتبه. اكل يا غالي ايش تطلب اكل؟ بفك منك الكلب شو وكل. تقول اوكي تتحرك يا اخي مشكله احنا سته. يا رب العباد اطلع لك شوي. صبر صبر خليني كلب شغله. خلاص خلوني بكوك عشان نرتاح. روح روح خلاص 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 اسحب اسحب بعيد. تعال تعال اسحب بعيد. اي خلاص خليك عند ذاك انت. خليك واقف خليك واقف نصيحه معي. طيب انا واقف. كل بسرعة يا اخي ايش في؟ تسمحوا لي يا ابو سويحان. صبر ما اسمح لك ما ياكل هذا بس ثواني. في واحد من الرهائن ممكن يموت. ها ليش؟ تكلافي كليت؟ يب تكلافي. ارجع مكانك. ارجع ارجع ايش المشكلة الان؟ ايش المشكلة يا شباب؟ كتبان يا خليه بقر انا خليه.
اف لا لا ما هو مجرم ولا شيء. رجال ما حط موتري حط موتري كم معه موتري حط الموتر. طيب خلاص راح نتحاسب. الاساتر انت اللي اخترتوا هذا الشيء. شوف احنا كنا ماشيين كويسين معك. لا احد يقول اسمي. ما لك اي علاقه باللي خارج المصر. انت معطيني كلمه صح ولا لا؟ كلمتك انه راح يدخل. هو قال لي ما راح يدخل. قلت خليه يمشي قبل فمله. اي ما سوى شيء الرجال جايب موتر بس. جميل اللي راح نحكي الموضوع. جين هذا مهددين باهله مهددين باهله ما له دخل هو يا غالي انت معطيني كلمه امور شرطه الله يرفع قدرك امور شرطه انت معطيني كلمه ما جاء الا لما قلت لي خليه يجي كلمتي في حالنا بيدخل راح يدخل خلاص تعال يا مجه 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 تعال مجه تعال احنا بنمشي راح نحكي معه مجه تعال عندي تعال عندي بسرعه مجه مجه تعال مجه تعال لانه يدخل داخل عشان يكمل السرقه السالفه خلاص خلاص خله يا طويل العمر خلاص مجد خير اخوي جايب الموتر زعلوا اخويكم وقلت لا جوهم مسكوه حطوه في الارض ويدون يستنون انه قايل اللي خليه يجي قبل ما لا حقه حقه بس حقه العسكري 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 اتوجه بدري صح ولا لا جاء ترى هو المفروض يجي بعد ما نصر بيبدأ سرقه يجي اول ما دخلنا جاء هو قلت له ترى في ناس قال لي ليفا ممكن في ناس ما جاء قلت له نعم صحيح انه مو بجاهزين خلاص اذا جاء خويكم بخليه يخش معك يوم جاء بس حط الموتر وبيمشي مسكوه حطه الفرد برضه يحق له يحق له يحق له والله يحق له ما اذا جاء واحد ثالث واذا جاء واحد والزرفه بدت اطلع ابراهيم او انك يدخل قبلها انه فل اصلا هو بس جاي بالسياره كان ابو الزيت جاء يا غالي يا حضره البوليس يا حضره البوليس احنا جاهزين انتوا جاهزين شو اسمع صوت شراريب انا في السالة اي يا رجال كله ما هذا نفسه احط شراب فمه كذا ريحته مره طالعه اذا مره ما عجبك عادي نفسخ ملابس ترى ما مش والله ما ادري والله والله يا شرف ودك 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 تطلع كذا بوكسر قلوب شكله مين انا هذا اللي قدامنا العسكري شو اسمك يا عسكري مره تسني قلت لك محمد محمد شو اسمك يا لاس كميونتك ايش عليك منين تجي كميونتك بسم الله نفسخه كميونت تبي تبي نفسخ رد على السؤال كميونت 14 ونعم والله يا 14 انت وش رتبتك جندي اول جندي وخر شوي اشوف كيف يده يده جندي اول والله لا جندي اول ثلاثتين ثلاثه ذي ثلاثه لا لا ثنتين 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 اسمع طال عمرك قبل شيء قلب ابو سليمان شو السالفه بين يا جماعة توزيع المواتر الآن كم عندنا موتر نطلع عليه؟ تفضل يا أقرع نزل سلاحك يا أقرع لا تسوي ثم أسوات وانت سبك ولا عن لبسك لبس المصعفين يا شيخ من دخلك أنت؟ مطالبنا خروج من سلم كلا على السلطنة الوردية ايضا خروج امن على السولتن السودا اللي على اليمين والسولتن الموتر الاحمر تبون يا جماعه شيء انتوا عليه ولا خليه ها اي ثلاث موتر يب والسولتن والموتر الاحمر للسبورت انا اقول تصليح ترى ثلاث موتر تقولني ثلاث موتر مين بيسوق ابو زهره موجود انا بسوق طيب بعطيك اكل وروح برا انا اجهز الصف عشان تطلع بزين ان شاء الله وسني طيب انا ابو الزيد على السولتن الورديه وانا وزاره على السولتن هو محمد وهو ذا الموتر اثنين الموتر اثنين ايوه هذا بالضبط انا شفت اسمه هذا ايش فيه هذا ايش فيه عشان ما يطلعون في لي ثلاثه وقروش هذا بزح بس تعرف تسوق بعطيه كل بس حط يدك جيبه كذا وش يعني ايش تبي انت؟ عز سلاح حتى لو انك سببني بيطرقونك يا اخي هذا جاهز هذا الشيء وهذه المسؤولية توقع عليه ايش اسمك انت يا الاقرع؟ حياة قسيمة والله وزك ايش اسمك؟ والله وزك والله وزك في ابليسك والنعم فيك عيال سبني هو لا اي عادي سبك ايش مشكلة؟ الله يا راسي تبون عليه ايش بتسوي اذا سبك؟ بسوي شيء بطاع ادعي يا رب ايش رايك بسيارتي الوردية اللي على اليسار؟ خايسة خايسة اوه حلوة حلوة نسيت اسف ايوه نادلي 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 هذا اللي على يسارك بالله شوي هذا سناب الامني تعال ابو فرحة صورني يعني يا الحبيب انت سناب الامني ايه صورني صورني
تعال صورني تعال. تعال جوك صور. يا أخي نزل سلاحك أنت الله يا قروشك. صورني وسوي حبتين. أمني نحبك. سوي حركة سوي حركة. صور. أكتب على الصورة. أكتب المصرف برعاية مشي حالك. تعال تعال تعال. وصور موتري ها؟ ايش رايك؟ اه يحيى روح امسك انت باليمين هناك انت باليمين ممتازه انت باليمين خليك الجهه اليمنى يا قسيمه طبعا انا مين معايا في الفراري اسمك قسيمه انت؟ انا معك انا معك بط يا حضره الشرف كيف حالك؟ ها شو اسمك انت اسمك ها شويه سالف معاه تعرف عليه ولا ما يا اخي المره الخمسين تسالني شو اسمك شو اسمك نسيت محمد يا اخوي لو شيء يقول ابو سليمان نفس الخاطف مو مشكله خلها لا احسه كذاب شو اسمك شو اسمك يا اخي محمد قلت لك ايش فيك تاكد يا حبيبي شبشكت علي اليوم ينقدم لا بس بشوف كذاب اسمك وداهم الخالدي يا كذاب محمد مين محمد فرق في فرق بين وداهم وداهم هذا اسمه وداهم الخالدي يا صرفت لي اسم بروح اقول بروح اقول يا يا جماعه ابو داهم الخالدي اللي داخل يقول بالله انا ابغى اطلع بسرعه هنا ابو داهم العسكري الشرف ما انا اعرفه والله ما تعرفونه؟ احمد يعني ام الجاحدة ما يقولون ما يعرفونك يا ابو داحم ايش السالفة؟ لك اسمي مو ابو داحم شيء شلون مكتوب مو ابو داحم بطاقتك يعني ايش كذب هذا؟ اس 14 الا خليني اقول لهم اس 14 شباب اس 14 طرزان قبل لا امسك قال لي كان يقول وجه لي وحدة دعم سريع وجه لي وحدة دعم تعرفونه؟ اسحبوا عليك والله حتى يوم جبت اسمك ما عاد رد شباب. يلا يا وافي اسمع بركوله بركوله بالرتم الجديد اخر اخر اسمع ايش رايك اسوي معك ديل قام يدحرج جوي الله نزلني عشان اهمس لا نهمس بدون ما نزلك يا ابن الحلال ما لا ما اقدر اهمس انت شايني شلون ما تقدر تهمس والله هذه ما اقدر بس لا تعيده خلاص يا ابن الناس عجبتني تمرن مست والله ما تمرن ايه يلا ايوه اقول لك يلا ايش رايك سلمك الله اللي معاه مفتاح الفراري يديني افكك يا عيال حلو ايه سمعت الفراري و سمعت الخير على وش اسمه انا اصدق انه ما في فايده طيب اللي ما مفتاح الفراري عينك عينك كم قول ما هي مشكله ما عليك انا معي لا خليني اطلع ايه قول تعال ما ادري ما هذا لا تطلع من هذا ولا استفيد منك خلوكم عنده خلوكم عنده ترا را 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 يا حكومة هذا يرفع السلاح علينا يا أخي هذا قصيمة ذا لو فات مرة ثانية بذبح رهينة من دي ايه سوى مرة ثانية سوى واحد اثنين تناغم ها بدل واحد اثنين بس شو اسمه فخرت طبعاً أنا ما توقعتها زي كذي بسرعة هذول هذول مو مقدرين حياة الراين أبد مو مقدر حياة الراين اخوي تبذبحه لا تقدر حياة الرهينة قلنا لك لا ترفع السلاح قلنا لك لا ترفع السلاح ترفع السلاح ليه قلنا لك حذر لك ثلاث مرات يا غالي المعذرة معذرة والله والله اهداء لعيون الحكومة والله غابة خطة تفشل خطة وارد دم تمسكه الشرطة يا غالي يا غالي مرحبا مرحبا يلا شروط يا ابوي شروط تفضل اعذرني عندك الله يسعدك شروط لا تذر منك لكن شديتها عليكم لانكم تعاملكم جدا سيء معي عندكم أيوة. التوجه للبحر عندكم التوجه لأي محطة تقرب منها عندك توجه لأماكن ضيقة عندك تمشي بسرعة
160 فوق عندك ايضا لا في الاماكن العامه لا لا يا غالي وين رحت يا ابوي يا ولد ماخذيني وش دورشين ما اسلم اسكت اسكت والله انت تتكلم مع واحد يا حبيبي يا ربي ساعه 160 والله فقط 160 الله يعطيك العافيه شوف هذا خليني اعرف لك على الرجال هذا ابو داهم جندي اول تعبت صح اسمه اس 14 يمكن يموت باي لحظه اسمعني سن تفضل هو قال لك من 17 ترى كذاب عشان بس يستحي شيكت قول لي نتك الحقيقه قول لي نتك يلا قول انا اس 14 اي قول لي نتك الحقيقه اي اس 14 يفشل ويتعاسى مع بعدين طيب يا ابوي تفضل اكتشاف هويتي اسكت 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 اسلم توجه البحر عندك اخراج سلاح عندك تدخل خارجي يمكن دخول اماكن ضيقه اي بس الله يعطيك العافيه اسمح لي بس انوع على نقطه اخراج السلاح والركب فيه بدون توجيه سلاح هذا ما يفشل عشان بس نكون واضحين الله يسعد مجرد ما يكون السلاح يدك يفشل عليك الخروج لامه ولكن ما يتم طلق النار حتى تطلق النار ايوه صحيح صحيح ممتاز يفشل عليك الخروج لامه اماكن الضيقه اماكن الضيقه بس الان جديده ما شباك السلاح بس كذا بالغلط ايه اكيد 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 بالاماكن الضيقه الاماكن الضيقه الله يرضى لي عليك انت كذا قاعد تعرض بيوت الناس ايضا الاماكن الضيقه طيب. ايضا الدرج فرضا اني دخلت مكان ضيق ما في بيت لا بس تعرض أهم البيت يمكن العمود قاعد تحك مجرد ما تحك العمود انت كذا ضريته يعني على كلامك هذا انه ما اقدر امشي حتى على الشارع يمكن اضر اللمبه اذا ضريت اللمبه برضه تتحاسب عليها يعني ما اضر اي شيء يعني تعريض ممتلكات المدينه للخطر بشكل كامل ايضا يفشل خروج لامه ولكن مو بشكل سريع الدخول الاماكن الضيقه هذا يعجزنا من مطاردتك فايضا يفشل عليك خروج لامه تمام ما فيش مشاكل بس الاماكن الضيقه الله يعطيك العافيه يكون يعني بمنطق يعني مو اذا دخلت اذا دخلت داعوس ولا اذا دخلت فتحه ضيقه صار خلاص فشل يا اخي تكلم بدون ما تحط سلاح اسكت 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 فهمت علي الله يعطيك العافيه يلا ابوي فالك التوفيق ننتظركم شكرا لك تم التوزيع العمو جاهز يا ابو داحم يا ابو داحم الامور طيبه خلاص ما راح من اول مره قال ولا استغليت في ضيق لا يسولف سولف سالفه الاماكن الضيقه ذي اذا عاد هو القوانين معروفه ما في تصرف قانون شباب ترى هذا قانون جديد هذا تصرف هذا الرعب الرعب السناب الامني توم فور توم فور سد ام السناب الامني دخل موجة سوسو ابو سوسو تكلم معه تكلم معه قولنا لا قاعد يسجل بعد شوي قول انا ابغى اشوف لك حل مرة يفشل مو حاله مو حاله يا غالي قلنا له اربع مرات اربع مرات قلنا له ترفع السلاح انت تهدد حياتنا ولذلك بنروح نبدا رأينا يا غالي يا غالي جالس يعيد الحركه يا غالي مصفح ما اقدر اطلع عليك تبغى اجرب تبغى اجرب انا بجرب انا بجرب انا بجرب خلينا نجرب 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 خلينا نجرب قلنا اربط لك فوق بالسقف صبر تاكس بس ها شوف يلا جرب 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 يلا جرب 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 فقط الباب مصفح هو فقط يطلع كذا بس انا خبل لو جاء من الشرف ايه كنا مسف ما طق مخيس ذا ايوه كلمه على الله كلمه يا مفوضنا بس يا ايش اسمك يا حضره الربدن الله يعطيك العافيه لا يا حضره المواطن بس للتنويه فقط الاماكن الضيقه اتمنى بس ما تكون السالفه فيها تسبب مشاكل في المطارده يعني مو على كل فتحه صغيره قلت لي يلا فشل عليك الهروب يا غالي اي فتحه صغيره ما اقدر الحق فيها بالفور تفشل عليك خروج الامن اي بس نكون واضحين يعني في فتحات تقدر تدخل معها لك... اي فتحات اللي ادخل معها اعرفها مثلا زي الحديقه العامه في فتحه مره ضيقه لكن اقدر ادخل وراك هذه عادي انا اتكلم عن الفتحات الضيقه اللي ما اقدر الحق فيها فقط طيب هل ذكرت لي كم مره عندي رر كم مره عندي مدخل ضيق والله شوف وراك ربدن دائما متسالم عن المواطنين يمكن خليها لك 10 مرات يمكن خليها 3 مرات الله يعطيك اجل على مزاجك يعني والله عليك وراح اعطيك خبر اذا فشل عليك خلاص ابد شكرا جزيلا لك شكرا لك التنويه فقط اتوقع انك تليفون 10 دقائق جميل جميل المطارده يا زينك بس ها يقول يا زينك وجع والله قلت لك الاصل حبيتك ترى لو اخذتها وجع يكسر بك الممشى الا عليك يكسر لك البمشو
يا اخي الاصل هذا عيال كنا جاي على خيل اقسم بالله. رقم يا الاصل على الرقم خيال ها مو بعسكري والله طقم خرا. ابو زيد كم ثقتك اني بزبن؟ 100% هذا على طقم يحيى قسيمه فيكم ذا فاعتذر منكم راح يكون عندكم فقط دخله واحده للمكان ضيقه فقط بعدها راح اشيلكم خروج الامن اعتذر منكم لكن هو ما ترك مجال سهل حبيبي طقمه زق شنو نسوي والله طقمه مخيس طيب وش يا طول عمره هذا الصدق يعني طقمه زق حنا بما انكم صريحين بزياده نعطيه الصدق عشان يغيره نبي مصلحته عشان ما يكون عرض للطقطقه للناس غيرنا احنا ما نبيه هذا الكلام الله يجزاك خير يا ابوي الله يجزاك نعطيه عشان ياخذ الموضوع عمر ترى لساني طويل طول عمر فكني طيب شوف بما انك انت صريح لدرجه انك تفيدني وتساعدني راح ما بشد زيادة عندكم فقط دخلة واحدة في حين كنت دخلت الدخلة الأولى راح يكون لا زال الحين هذا العمر له أربع مرات يرفع السلاح ويحط صح ولا ما تكلمت فيها قلنا شيء على الملابس زعلت يا حي قسيمة رفعت الأسلحة عليهم والله رفع أربع مرات أربع مرات رفعت أسلحة عليهم سلاح عليهم لا ما معي سلاح أصلا فتشني يعني هذا مو سلاح يعني إذا طلعنا وطلع هذا بالمطارد هذا ما يعتبر سلاح ممتاز خلاص احنا موافقين ما تصدقوا جاهزين بس يلا جاهزين جاهزين يا عطنا يلا يا يا اخي هذا قسيمة ودي هذا ابشر به يا توقعوا بزبن يا اسكري يلا ابو زيد جهز لنا بط وحمام ها 4 3 2 1 اول ما تطفش من الديراوش شاقة سدى سلم هيد بس كمان لين قالوا بس مشتك تلدي ضيعتهم يا رجال مشتك تلدي ضيعناهم شغل يا عمري Let's go baby ايه شغل الحين الله سدى سلم حتى يا جماعة ضيعتوهم انتو فيلي قالوا على ابو شكل اللي طرحنا اه ذبحت ربدون واللي معه ذبحت مخلهم كذا ما ادري عنه ضيع ادخل ركز معي اذا استمر يلحقنا بسدد له اخلطه ايه ادخل اماكن ضيقة تحت الانفاق انفاق يب انا بيبدا يضيع جو عرفت انت وين تدخل في FBI ضيعنا يمين FBI يمين ما ضيعنا بعدين ادخل يسار ادخل مواقف FBI يسار بعدين يمين مع الفتحة تدخل في مواقف يمين ايوه مواقف بدينا طلقناه في انفاق ها لا تحرك شافنا لا ما شاف شافنا الفورد الشارجر شافنا والله بدي طيع ما في حد وراك ما تشافك تدخل اي مكان بين يمين مين تدخل مواقف حمراء لعن ام الغابنا في هنا موتيل دخل موترك موتر عندك دخل موترك ترى ورا خلك هنا اذا جاء سدد على طول ها بابا انا هربت العموم زبن يا جماعه يب انا ما جبت زبن تقريبا
انزل 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 ليه؟ انزل احتياطا اركب اصبر 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 يا هروب على اقدام ما اخذ 30 ثانية مني هروب اركب اما اقول لك اسمع قدمونا قدمونا ونزلت حطيتهم الدات كلهم اثنينهم طلقة طلقة والله طلقة طلقة يا عيال تعرف انا مو معايا ذخيرة اعطاني منك ثانية يا طافي فوهم عنه فوهم تعنيف والله شقوهم والله يا بيبي تبغى تغير لون الموتر فهمت تغير لبسك يطالع انتوا باقي تلحقونكم يا اخي انتظر انت خلنا نضبط وضعنا شد في هيلي استقبلنا في هيلي استقبلنا شد ما عليكم نجيكم اصبرونا بس اصبرونا اصبرونا ثواني بنغير لبسنا بنغير بسمنا نضبط وضعنا نجي ما عليه ما عليه عاد وقت مسألة وقت مسألة وقت بنجيكم بس بغير الموتر الآن وبحط غراضي ثواني بس نجيهم بالموتر كم منكم سواق راح عنديك عنديك يا سواق راح عنديك شم شم جايكم 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 بس خلاص بس خلاص ارسل ارسل لوكيشن ارسل لوكيشن اشتري عنديك يا عنديك يا عنديك يا كرح رح عنديك يا برا فصحت كل شيء فصحت كل شيء حدد ليك يا الحين حدد لك يا اخي حرام عليهم يا اخي حرام يتفايت اقسم بالله حرام عليهم انا ابغى امسك انا بديت السناب لك عشان كذا اقول لك اذا الوضع مو بلنا هج هاي ما يحتاج ما يحتاج امسك غيرت ملابسك يا جماعه بنوجه هيك يا اذا الوضع مو بلنا مره بنزبن اذا هو لنا طبنا عليهم طلعناهم كثيرين والله كثيرين كم عددهم كم عددهم اربع سيارات وهيلي يا ساتر انقلوا انقلوا اخويانا ولا باقي مشكلة حتى موتري ما يشيله هم يتبادر الطلق انتو بس خذ اخويانا نومي طيب حنا بنوصل ليك يا خل خمس ثواني هل هم باقي طايحين على الارض ولا شلوهم قاعد نضربهم من بعيد طيب في هيلي الان فوق في واحد حرك في واحد حرك وجزين مرة مرة والله مين راعي الدباب مين راعي الدباب أنا وهذا تاك فوقيك يعني الفايت نسبة تفوزنا بالفايت صفر في شخص بعد فوقيك يا جماعة بهلي يعني معاه هاي ومعاه أفضلية بشكل غير طبيعي هذا من خلنا قاعدين يقولون خلنا نشوف نحاول الموتر اللي بنقولون فيه إيش رح بشوف الشات بعشر دقائق جي شكرا يا جماعة خلاص تشل ما ينفع أبد ليش يغير بنكار ما رحب أنت بنكار وما غيرك خوينا هربوهم أفضل كيف نهربهم طيب من المستشفى طيب يا جماعة نحاول نهربهم من المستشفى تمام مين أنت يا اللي جنبي مين أنت يا اللي صار كثيرين ترى كثيرين كثيرين يا عيال كثيرين مرة هم حتى هليكوبتر شوف ما بنقولهم سيارات شو سالفة تكفى يا الحين مدام ينقلون تبين نروح نحاول طيب بنقولهم هليكوبتر صح؟ يقولون هليكوبتر صح؟ شكله شكله طيب راح اسوي حركة يا جماعة الخير انا بهرر واحد منهم تو بنقز براشوت بشيل واحد باري وبنقز براشوت رفع احنا معك رفع
اجل لازم استقبلك انا بالموتر. يب 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 انا موجود. فهمت؟ يب يب. تعرف كيف تشيل بسرعه؟ يب يب. اسوي حمل اللاعب. ايه احمله ونط على طول. انا بكون مستقبلك من تحت. زين تمام تمام. بعد افتح لي الشنطه على طول. ها في واحد منهم سناب. فهمت؟ اي واحد سناب ابو زهره صح؟ ايه بحاول اشيله. لا بترك معي، ما يحتاج افتح الشنطه. سبحان راح اطب بباراشوت بشيل واحد من الشباب. ما يحتاج اركب شلب كتفك اركب. تمام تمام تمام. شباب ترى جابوا محركوا بيحركونك. كون يحرك الهلي حرك شاب مع الهلي. ما ما في احد. الهلي ما فيها احد؟ ما في احد. جابوها بمسع السرع ومعاهم ما واحد ينقلهم بس. طيب كيف متاكدين الهلي ما فيها احد يا جماعه؟ صار متاكدين. كيف ناخذ اخوانا من المسعف؟ انا راح اخذهم قدام مسعف وبطب. كيف نتوجه عن طريق مسعف؟ مسعف 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 اسمعني تكفى. تفضل. الان بيجيبون اثنين تمام الشرطه، ابيك تعالج واحد منهم بالله عليك بالغرفه هذه تمام؟ اذا ما عليك امر تكفى. عندنا تنصيح. جاء نمر من قادة عليا أن أي واحد مصاب أو مسقط مغمى عليه يعني أيا كان موجه غرفة طوارئ. طيب إصابته بسيطة. طيب اسمع بس أبي منك خدمة واحدة بس وبعطيك عليها اللي تبغى. ركز معي بس أبيك تسحبه عند الأسانسير أنا باخذه منك وأنت تقول أوه مجرم خذها مني. تكفى. واحدة توجه المستقبل بس معلش عيد بس أنت جاني توجه. أبيك بس تسحبه عند الأسانسير بس أنا بشيله منك وبنقز بس كذا أسحبه كأنك تبي تشيك المنطقة بس تكفى. بس ابي بدي مساعده من مواصفات المواطن. المواطن بينزل الشرطي الان شعره طويل شعره طويل ملفلف. هذا 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 انا عندك بالمستشفى. يا طويل العمر يا رب يا رب. ممنوع. ايش اللي ممنوع يا عيال؟ معليش مجرم يا ابو سبحان والنبي. لا تحرك من هنا. حرك ليش بتعالج؟ ترى تحرك من هنا بعد ما ينتهي الكول داون تعالج. لا بتعالج بس حطي ثانيتين بس. تسمعني ما بهرب ما حد منكم ابغى يجي عند الاسانسير بس. حتى لو بكلبش بشيله وبهربه. طماطم. سام يا حبيبي. بعد من ثلاثة. هذا الثلاثة ايش؟ حركت من هنا راح تأذر كل حكر بشك. ليه على اي اساس؟ الطرف الثاني وينه؟ حرك حطت ماضي كلام يلا تحرك من هنا بعد ما انت كول داون. يا الغالي يا الغالي تاج راسي روح تعامل مع المواطنين. انا الان بخلص مع المسعف وبمشي والله. يب شيخ المسعف يسوق يا عيال. ابي اي شخص بس يجيني عند الايش؟ اي لا يعالجي بيجيبه عندي بيجيبه عندي. اسمع تشيل على كتفك حلو؟ تشيل على كتفك. تعال رايكي يلبس تيشيرتك شبه هنا. بس جيبها لي عند الباب بس. كن تحت ها؟ عند المواقف. قدامك هنا. هني العسكري اللي بلغ ان المواطن هرب ذكرنتك؟ زهرة وينها يا عيال؟ زهرة عندكم ولا امسك؟ سبحان جابك. مرحبا يا غالي. جابك بس سبحان. جالس راجع بس لا إله إلا الله مع مسعف المسعفين هنا وبمشي الآن. تكشف ولا شيء؟ لا لا ما تقصرت أجلس. سؤالك اتفق يمشي مش الحين نبي مواطنين هاربين وحوس المستشفى. أبشر. أودي والله يجيك شيء. الله يوفقك يا أبو. ما نسيت إن ربدن يعرف وجهي طرحني بحاول إني ألبس قناع وارجع. يلعن ام القهر. المسعف قهرني يا عيال وقلت بسيبه لا تساعد وخلاص. قد ما يطول العمر. ما بسيبه. اسمع برجع بدي ملابس وبرجع بس بدي ملابس وبرجع مع ملابس صبر صبر
وين انت؟ لا حقوقي انها كان كلامي واضح، كان كلامي واضح شيء مره اقول حرك خلاص بروح والله بروح فهمت ضربت حسابك تمام لابس يا عيال انا وضعي يسق مره كل شوي يلحقوني ما ادري ليش طيب يا اخي اتوقع عشان الماسك اللي عندي يا اخي شباب بسرعه تحتاجون مساعده حاليا لا تمام سالم عند المستشفى سالم عند المستشفى قريب تمام ما ندري وش الوضع فيه حاول نهرب ابو زيد ابو زيد ابو زيد لا معليش ابو زيد بس خل معك موتر خل المستشفى بحاول اطلع علامه السياره سريع 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 ترى المستشفى يلا بلا مامي بلا مامي بلا مامي بلا مامي سريع 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 لا 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 15 هاي بالضبط انا كنت تحت هلا اسم جميعنا اخذت الحديقه موقف بي اي انا عندي باب يقولوا انه في واحد هرب اللي هرب معاك انا يا عسكري بالله هلا انت تقدر تجوني في الخارج شباب شباب كبر كبر ما هي تقرب تعال 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 كفر الشخص لكن الشخص اللي هربته مهرب الشخص اللي هرب تنتو مطافي موقع اذكر عموم البلاغات مطافي حاليا عندي الشخص اللي هرب كان مفسخ لابس بوكسر باللون قلوب باللون الاحمر فقط هذا الحاله صارت يا عيال انا سنتر رصاصيه هربت واحد عيال هربت واحد سنتر رصاصيه ما العادي ما لك فهم اوه التشفي الفور موجود بالعمليات حاليا مع احمد عادي عادي انا بمديني ازبن ما سويت شيء بجحد ام الموضوع هذا الشخص ما يدري ركب الفورد هذا اللي هربه جميل بس مطالب ركب برضو الاي سي ار من سيارة اللي هنا انا صح انقر معي ها قد موقع انا بلم يعني عادي مستقيم من العساكر صح حاول تسجله بشتغل الموضوع صبر اطلب لا انا متاكد من حتى ركب نهايتها 0 جي ام طيب يا سليمان لا اله الا الله ابشر بي يا بنكار ابشر بي انا ما علي تهم يا عيال اقدر ازبن عمري اغراضي كلها مزبن السلاح تجيني مزبن شخص هذا المستعد معه في حاله تهريب يقول يا خاص المية بعد راح توجه لك كاتوني 3 شخص اللي بالمطابش عليه تداول هج انزل انزلوا وقفلوا عليهم سلام خليك معي لينكن انزل وقفل عليه الزنزانة ترى لازم ناخذ له هنا فاهم يعني بس انزل بسرعة عشان واحد ترى هذا ماسكين ترى سلاحي ما في رصاص طيب ترى احتاجك محتاجك سلاحي ما في رصاص طيب شوف شوف هي صرفه روح على هاوس الاصابع بسرعة نزال امشي بسرعة 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 طمع يا رصاص يا بزارة في السالفة يا طول العمر ما كم شاط انت علي وصدموني انا بروح الورهاوس هربت من بروح اجيب وجه الزبده حاولت اني ابشر بس لا صادر مني شيء الله يعطيك العافيه لا صادر منك شيء فقط الله يعطيك العافيه بس يا ريت اذا ما لك ما تفك البشتي اقلها لما تثبت تهمي بس شباب وينك؟ وينك؟ انا ما اسمعك والله المستشفى ما اسمعك يا غالي اقول له تقعد طيب اذا ما عليك امر بس فك البشتي بس لما اثبت تهمي وكلبشني ما راح اسوي شيء والله لا 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 ما اقدر والله ما راح اسوي شيء والله في 6 عندك خلاص فاهمك اوكي احمد عندك تعامل معه فكر بعذر فكر بعذر فكر بعذر يا احمد سريع شغل مخك
طيب انا ما هربت لا 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 انا 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 ما زبنت يا انا عسكري 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 انا فجأة رفعوا لي السلاح وانا في السيارة قالوا انزل اي فجأة وش اللي صار عم ازعاج طلق النار جيب لي دليل جيب لي شيء طيب فكر وش جبر مشهود حامي لا لا مش محامي كيف عرفتني يا حبيبي ما صار اقول كنت بسحب الكلب حق لا ما تصلح اجحد مره بخش بعينه اللي تحت بس ترفع صوتك لو نسمعك سم يا غالي يا طويل العمر اللي قدامنا يا طويل العمر الله يعطيك العافيه بس اسمعني يا غالي يا تاج راسي يا عسكري القزم عندك مخربان اذا ما عليك امر بس ما بطلع فك البشتي بس لما تبتهمي تراك مكلبشني على غسر اي طيب الدقيقة هذه فك البشتي ما نسوي شيء والله واطلع بعدها لا تخاف ما نسوي شيء لا 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 تسحب حاجة والله ما راح اطلع والله حلفت بالله يا ابن الحلال شكرا لك حضرة العسكري يا جماعة تشل 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 بحاول ازبن بدون ما اسوي شيء كلكم تشل يا اخي اكلمك يا عيال ما بقدر اربي احد سري اهم شيء لا تروحون انفرادي عندي الحام تعال انا اكلمك انا يا عسكري يا عسكري يا عسكري يا اخي كلهم ورايا روق 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 لا احد يسوي شيء بطلع انا ان شاء الله هدي بس كلهم في فورت عسكري هذول اللي كانوا في سناين وراي في فورت مستشفى وينك انت وين انا يا حضرة العسكري الله يعطيك العافية السلام عليكم يا اخوي يا غالي اذا ما عليك امر بس انا ما ادري ليش مسجون كلنا ما ندري انا معي دباب خلاص يعني على كلام طيب تعال يا سيدي دقيقه ما حد وراك هذا عليك دخل خارجي يعني اللي الاخر واحد المطافي لا يا ابن الحلال دخل خارجي بايش وين بيزيرو طيب ارسل توجه كاميرا روحه توجه البيزيرو يا استاذي يا عسكري الله يعطيك العافيه كيف لاست ناين كيف لاست ناين يا جماعه بس هدوء ثواني خلوني بس اخلص اللي عندي انا الله يعطيكم العافيه يا شرف يا شرف يا غالي يا شرف كيف من الان بس وبا يجيك اللي يسر خاطرك تمام دقيقه بس ما في شهود يا احمد ما عليكم ما عليكم فك البشتي تكفى فك البشتي ماني حول فلوس ما علي تهم ما علي تهم ما انت كذا الكوك زين كذا الكوك ما تديها احمد غرقان شك سريع شو يعني شيء منسدح بعض كويس لا تقوم انا احتاج يجي اللي مساكني اللي ما ادري على ايش حتى ما نسدح يعني ولا ايش يا سريك سر رجلك يا كذا جاني انزم السياره ابراهيم وهذا السلاح هلا وحده مروحيه راح تعمل معهم لا 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 تتعامل معهم لا تتعامل معهم تتعامل معهم بزيرو لا تتعامل معهم الا بزيرو يا غالي الله يعطيك العافيه يا تاج راسي بس اطلع من الراديو تعال يا تاج راسي لو سمحت حضرة الشرف هلا يا غالي يا استاذي الله يعطيك العافيه الساعه الان 6:08 دقائق عندي موعد الساعه 6:15 بالمحكمه لازم اكون هناك الله يعطيك العافيه دام ما عندي توم فكني انا ما لي دخل فيك انا طيب خلاص الرجال مطول طيب هو ما مسكني ولا هو ما مسكني اشتباه فلذلك ما علي تهم الله يعطيك العافيه عشان كنت بالموقع بس انا كنت عند المستشفى انا فاهم طيب دقيقه بقول لك كلمه وانت سم احكم تمام سم هل ترضى للحين لا طلعت كم لا والله ما ارضى خلص بس انت تقدر تقول ان المواطن ما علي تهم والمواطن تاخرتوا عليه طيب قال لي ان انا اللي بتعامل معهم بنفسي فانا اجي اكسر كلمته وراح اطلعك اي بس الشخص ما جاء للحين فاكيد انه مشغول وعنده اشياء ثانيه انا مشتبه يجيك الان قال لا حد يتعامل معهم الا انا الان بجيك توني كلمتهم قدامك في الموجه طيب تاكد الان وينه بسم الله مهزله الحين هو قدام في موقع بيجيك الان طيب يلا يعني انتظر يلا في موقع والتفكير هنا زي الغنم يا ابو ابراهيم ما يصير الكلام بيجونك الان يا والله ما يصير الكلام استعباد البشر يا اخي في راديو احنا اسرى ولا ايش طيب احنا اسرى ولا ايش يا اخي ذا لو اكلم درد علي ابو سوسو احنا اسرى ولا ايش والله احنا اسرى سوسو يا وش ذا احنا اسرى ولا ايش يا شباب تمرر على ايش مسكتنا تنفض ايضا وجه لي وحدتين يساعدوني في التعامل معهم وابراهيم عندي وجه لي وحده فقط
الرجاز يصير مهزلة. يقفل الماسك. انزل لك الماسك الان صبر. اسمعني يا ابوي. مغفي. يا غالي تسمعني. مغفي. مغفي. مم. الله. راح تعمل معك انت بشكل سريع. ايه. تأكد من اسم الشخص وبصم لي. تأكد من اسم الشخص وبصم لي. عندنا اسماء حاليا نبغى نتأكد منها. برضو خذ الشخص الثالث بعد ما يخلص من غفوه تأكد من اسمه بشكل سريع. أكبر. أنا أقول لك اسمي الكامل. أكبر كبي. ماجد القحطاني. ماجد القحطاني. ماجد القحطاني. جميل جدا. أبيك توالي. لا لا غير سهل. أحتاج بس اسمك. اسم الشخص ذا برضو. شو اسمك أبوي على ذا راح أتكلم ولا؟ اسمي صاط القحطاني. اسمك؟ صاط القحطاني. صاط القحطاني. إيه. هذا ارفع لي يدك يا غالي. يدك غالي جالس يصير ظهرك اقسم بالله. كل شيء بالله. لا لا تشد مره. ايه ما في مشكله. طلعت يا غالي ولا الفرحان الجنوبي؟ خلاص طلع طلع شكرا لك. بس والله اللي كذا ذي ما بطلع. هنزل اقسم بالله ما هنزل. لازم نتأكد اساس ما نظلم شخص ثاني صح ولا لا؟ هوني في البطر ما ودي انك انت عبيني دخل ما فيش قالي ليه طلعوني يا عيال هنا دقيقة بس خلني اتأكد من الاسم. كيف اتأكد ما شفته؟ الصمت ترك الشهر الحين احط بصمات في الامدي تي بعدين اعرف اسمك. تفكني انت ماسكني تراك الا الان والله. اي ما في مشكله بتحرك تكفى شوي. من انت اللي قرجولي؟ ماجد القحطاني. صحيح اسمك ماجد القحطاني. افا بس يا ابو ابراهيم طحني حرامي ممكن بس اني يا اخي ما مستحيل اكون كذاب. صمني عشان تعرف من انا. اطلع يلا. طيب خلاص وفر بس فكر كلوشة عشان الله خلص. صليت وجيت يا جماعة. السلام عليكم. الله يرضى لي عليكم. أنا ليش مكلبش؟ عليكم السلام. عليك الله. هلا يا غالي. ثم طال عمرك. كنت ماني مكلبش توش صار يا بوي. بشكل سريع. أيوة سم. أبو سبحان. أبو سبحان. أيه أبو سبحان غلطان. الله يعطيك العافية. راح أفك الماسك الآن. لا لا فك يدي بفك. أبشر. لا لا غير سبحان اللي راح أفكرك. وزي من أي إجراء يجي منك. نبشي بس أنا مو بسبحان. كيف أبو سبحان الآن راح أفك الماسك بس. يا غالي أنا راح أضيمك من ورا بس. راح أفكه بس حاب أنوع على نقطة مهمة جدا. أنا اللي راح أفكه لك غصبا عنك الآن. بس دقيقة. أيوة أبشر. أبشر أبشر غصبا عن قشمك الآن. أنغز إذنك بس خلني أوضح لك حاجة. بفكه بفكه بفكه. أبشر أبشر قاعد أفكه الآن. بس بقول على شيء. بقول شيء واحد. بفكه والله بفكه. بقول بفكه بس بقول شيء واحد والله. إذا ابتليت بكورونا ومرضت أنا مالي دخل. ترى فيني إنفلونزا وفيني مكرون اليومين هذه. أنا حاط هذا عشان الشيء ذا. تبيني أفكه؟ عمر هذا بصمة بعد ولا؟ طيب بس كمامة وجهك خليك هنا. طيب أبصمة؟ بصمة شوف لي اسمه. صبر 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 ثواني. طيب ثواني ثواني الله يعطيكم العافية. بس أجيب ماسك وجهي عشان هذا عندك كورونا احتمال كبير. أسوي الحين. تعال الله يعطيك العافية. يا أبو إبراهيم. بس إذا ما عليك أمر كيف كلبشتوني؟ توني ماني مكلبش أنا. كيف؟ أنا ما كنت مكلبش. كيف تكلبشت؟ إيه كلبشك. شلون؟ ما رفعت يدي. إيه ما في مشكلة. حنا عسكري وحنا متدربين على هذه الأشياء. متدربين على وش؟ متدربين كلبشون واحد ويده تحت. شلون هاي الحركة؟ علمني. إيه ما في مشكلة. كيف؟ حنا متدربين على هذا الشيء. كيف متدربين؟ دربين. لا يا اخي انا اتكلم مو زاد داخليه. المنطق المنطق اليد نازله تحت. شلون تكلبشت؟ طيب شو المشكله؟ لازم ارفعها فوق. ارفع لي يدك وحنا اللي كلبشت. لا وش هو وش دخل وزاره الداخليه؟ نتكلم حنا بالمنطق وبالعقل. طيب كيف تكلبش شيء ونازله المنطق؟ حنا كلبشين. طيب فك الله يعطيك العافيه. انا ماني مجرم. كلبشني. ممكن تفكي لي الزنزانه شوي؟ تكفى ابو الحمد حبيبي. هذا الحمد هنا وراك يا حبيبي. الله يرضى لي عليك. لي نص ساعه بالزنزانه يا غالي. طيب يا ابراهيم يا اخي تعامل معي بس خلني. والله العظيم انه ما بيدي شيء والله. اي ما قالوا شيء. اسمعني اسمعني. قفل البيبان ذيك. اني بروح زنزان على يساري الحمام. هذه والله انها وصخه يا اخي. هلا يا مرحبا يا عيال. وجهي كيف طالع؟ انا وجهي شلون؟ يفك اني بقدر وجهي شلون؟
تكفى يا اخي ابو الحمام. الله يسعد الوجه يا عسكري. شوف عندك لا اله الا الله. لا اله الا الله. هذا اسمعني استعمل هذا اللي هنا يا غالي. يا غالي الله يعطيك العافية. تكفى لي نص ساعة هنا يا الحبيب. يا غالي الله يرضى لي عليك. لي نص ساعة وما علي تهمة. ليه مكلبشني؟ ابي افهم وش سويت بس. طيب ما علي تهمة. ليه مكلبش انا؟ وش سويت؟ ما علمتني وش سويت؟ مكلبشني ليش يا جماعة؟ الله يرحم امكم. لي نص ساعة هنا طلعوني ما سويت شيء يا اخوان. يا جماعة يا قوم يا اخوان يا شرف. الله يسعد امك يا غالي. الله يرضى لي عليك. يا سمحت هلا يا ابوي. يا طويل العمر الحين انا ابي افهم ايش السالفه. انا ايش سويت؟ ليه مكلبش ابو سويحان؟ يا ابو سويحان وش جايبك المستشفى يا ابني؟ شوف 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 بوريك. ايوه ايش جايبك؟ دقيقه انت تشوف انا شيء ما اشوفه. ثواني خليني اوريك. تمام الان انا بماسك ولا بدون؟ انت الان بدون ماسك. جميل جدا. طيب خليني افهمك ايش السالفه الان. دخلت المستشفى وانت كنت معي صح؟ قالوا في كول داون صح ولا مو صح؟ صح. قلت ها بتعالج وبطلع. قالوا لي لا. بعدين جيت عند الباب اللي تحت صح ولا مو صح؟ صح. وانا طالع مع الباب اللي تحت اللي جيني عسكري ايش عندك تطلع من الباب الخلفي؟ ليش؟ انزل من السيارة ورفع يدك. نزلني من السيارة رفعت يدي ويقول انت قاعد تحاول تهرب. كيف اهرب؟ شلون؟ غلطان. الله يرضى عليك. اول حاجة ابو سويحان، اول حاجة لا اسمع صوتك، لا اعطيك بلطام على وجهك وارثم فمك رثم. تسمع الكلام هذا لي انا؟ الكلام لك انت يا ماجد القحطاني. تسمع؟ ايوه يا طويل العمر. اسمع صوتك. ماجد يكلمك يا ماجد. اسمع صوتك. سم فاقول لك يعني الموضوع كله التباس يا ابراهيم. لا اشوف اي عسكري في ميدان الرمايه قاعد يطلق. ازعج راسي يا اخي. الله يسعد امك. والله ما ادري انا. شوف يا ابو سويحان. سم. اول شيء ابى اسالك سؤال. سم. انا ودي قبل لا تسالني تفتشني تشوف اذا عندي شيء واحد مخالف انا فيه. والله اني مسكين. لا 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 اشتباه فقط. تفتيش كل ما يحتاج التفتيش كل أبد. تمام انا راح اسالك سؤال واحد فقط. سم. يوم اني قابلتك. سم. وقف تدريب يا شو اسمه. سم. يوم انك قابلتني ايش؟ صبر صبر يا عيال. وجهي طالع عندي بالابيض لكن عندهم طالع اني انا ابو سويحان، فعشان كذا ما قدرت اتصرف. يلعن ام القهر. ايوه يا طويل العمر. انا هربت واحد بس ما يدري هو ما يدري ما كان موجود. يا غالي يا غالي يا غالي الله يسعدك. ترى والله وضعي زق. سيارتي مسروقة وحالتي حالة. فتكفى يا طويل العمر ان نعجب بالموضوع. ترى ما اسمعك طويل العمر اذا انت تتكلم. طم انطم. ما بدنا نتكلم. ما بدنا نتكلم في سنابي على طول. جو قالوا لك على طول. ايش ورب العز. سيارتك وين؟ ورب العزة والذي رفع السماء من غير عمد. سيارتك ما هي مسروقة معك. تسمع سيارتك معك. طيب ما هي مسروقة. طيب افتح البلاغات الشرطة واقرا ايش كاتب. يلعن ام القهر. تسمعوني حطوا رقم واحد يا جماعه.